القوات الحكومية تسيطر على أكبر مخزن أسلحة للميليشيات في كتاف وتقصف مواقع الحوثي في باق بمحافظة صعدة. الميليشيات تحكم بإعدام مواطن وتحاكم 16 ناشطا معتقلا منذ 3 أعوام في صنعاء. صراع بين ميليشيات عبد الملك وأنصار عمه يسفر عن مقتل 40 من أبناء القبائل وتفجير منازلهم. 8:30 بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. أوضاع كارثية أوصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية البلد إليها بسبب حربها العبثية التي أشعلتها ضد اليمنيين منذ نحو 4 أعوام، وتسببت في انهيار الأوضاع في البلد، ليعقد شرفاء المقاومة المشتركة والقوات الحكومية العزم على الخلاص من ميليشيات الكهنوت وفكرها الرجعي وأد فتنة طائفية يراد لها الاشتعال في يمن الإيمان والحكمة خدمة لأجندات خارجية. تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية باق بمحافظة صعدة. مصادر عسكرية ذكرت أن القوات الحكومية سيطرت على أكبر مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك في أثناء عملية تمشيط وادي الفرع كبرى عزل مديرية كتاف. ولفتت المصادر إلى أن المخزن يحتوي على صواريخ صناعة حديثة تم تهريبها من ميناء مدينة الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن. كذلك قصفت القوات الحكومية بالمدفعية مواقع ميليشيات الحوثي في منطقة محديدة وآل الزماح في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة. مصادر عسكرية أكدت أن القصف المدفعية أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. أضافت أن القوات الحكومية أفشلت محاولة تسلل لعناصر من الميليشيات إلى خطوط التماس لزراعة الألغام في الجبهة الشمالية الشرقية من المديرية لإعاقة تقدم القوات الحكومية. كذلك استشهدت امرأة بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الإرهاب الحوثية على منزلها في مدينة حيس جنوب مدينة الحديدة. مصادر ميدانية أكدت أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بقذائف الهاون منازل المواطنين في مدينة حيس، وأصابت القذائف منزل المواطن عبد الله ما أسفر عن استشهاد زوجته. وأفاد أن القذيفة سقطت على زوجته عندما كانت تتفقد أغنامها بجوار المنزل، ما أدى إلى استشهادها ونفوخ جميع المواشي، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي استمرت بقصف المنازل منذ وقت الظهيرة. وبالعودة إلى جبهة صعدة والجوف، ينضم إلينا من هناك مراسلنا عبد العالم دحلان. عبد العالم، ما الجديد لديك بمحافظة صعدة؟ نعم، الجديد عبد العالم. اسمعك عبد العالم، هل تسمعني؟ عبد العالم، نعم. إذن أصدرت المحكمة الجزائية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء حكما بإعدام مواطن بتهم كيدية. وقضى منطوق المحكمة التي سبق وألغى اختصاصها مجلس القضاء الأعلى بإعدام صالح محمد البكيلي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وهي الوسيلة التي تقوم بها المحكمة الحوثية بشرعنة تصفية خصومها. كما بدأت المحكمة ذاتها محاكمة 16 ناشطا في العاصمة صنعاء بتهم تتعلق بما تسميه الميليشيات إعانة التحالف، وذلك بعد اعتقالهم مددا تتراوح بين 2 و3 أعوام. جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى أقر نهاية أبريل الماضي نقل اختصاصات المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية وإنشاء محكمة ونيابة جزائية متخصصة في محافظة مأرب.
يحاول طلاب مدينة تعز مواصلة تعليمهم في مدارس دمرتها ميليشيات الحوثي الإرهابية. مدرسة أروى واحدة من بين مئات المدارس المدمرة بفعل الميليشيات الحوثية، ما دفع طلاب ومعلمي المدرسة مناشدة المنظمات الخيرية بتشييد هذا الصرح التعليمي. ركام وخراب تركته ميليشيات الحوثي الإرهابية في مدرسة أروى شرقي محافظة تعز بعدما حولتها إلى ثكنة عسكرية وعبثت بمحتوياتها التي أضحت مجرد أطلال، الأمر الذي أوجد غصة في قلوب الطلاب وهم يقفون على هذا الكم الهائل من الدمار. كانت هي أول المدارس التي تهدمت، دخلت ميليشية الحوثي إلى هنا، كانت هي السبب في تدمير مدرستنا. 3 سنوات والمدرسة متوقفة عن العمل، لكن بداية العام الدراسي الجديد بعثت الحنين إلى الفصول الدراسية، وبالفعل لم يطل الانتظار، فمن وسط هذه الفوضى ثمة انتظام في الطابور المدرسي، وفي مشاهد الخراب نوابغ تسعى إلى جني ثمار العملية التعليمية. رغم الدمار ورغم حصار المحافظة ورغم كل ما نعاني، حضرنا اليوم ودرسنا وجلسنا على الأرض رغم الدمار ورغم الخراب الذي هو في داخل المدرسة. تعلمنا وجلسنا، لا يوجد لدينا مقاعد، لا يوجد لدينا كتب دراسية. مظاهر الفوضى والدمار التي ضاقت بها جنبات المدرسة تفوقت عليها عزيمة وإصرار هؤلاء الطلاب المواظبين على طلب العلم دون الاكتراث للأعباء، ومناشدين في الوقت ذاته المنظمات الخيرية مد يد العون والمساهمة في تشييد هذا الصرح التعليمي من جديد. نناشد الهلال الأحمر الإماراتي بدعمنا ومدنا يد العون بالأثاثات كما قلنا، نوافذ، أبواب، سبورات، طبعا طاقة شمسية لأنه لا توجد لدينا كهرباء، معتمدين على الألواح الشمسية بطارية. نناشد الهلال الأحمر الإماراتي بوضع بصمته داخل مدرستنا ودعمنا لنبني الغد المشرق، لنبني اليمن الجديد، لنبني وطن آمن، وطن جديد عالي في القمة. مدرسة أروى تكتب سطرا جديد في تخريج جيل يؤمن بأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وأن العلم السبيل إلى إعادة إعمار الوطن وبناء ما خلفته الحرب العبثية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية وحاولت عبثا إعادة ثالوث الإمامة المتمثل في الجهل والفقر والمرض. صراع بين ميليشيات عبد الملك الحوثي وأنصار عمه محمد عبد العظيم في مديرية سحار أسفر عن مقتل 40 من أبناء القبائل الموالية لمحمد عبد العظيم وتفجير منازلهم. الصراع الحوثي في صعدة له جذور ترجع إلى فترة تسعينات القرن المنصرم ويتجدد بين الفينة والأخرى، ويسفر دائما عن قتلى وجرحى وتهجير أبناء القبائل وينتهي عموما بصلح قبلي، إلا أن التدخل لصلح قبلي لم يجدي هذه المرة نفعا. تاريخ الإمامة يعيد نفسه، فالصراعات ذاتها تتجدد اليوم بين أنصار الحوثي عبد الملك وأنصار الحوثي محمد عبد العظيم، وكلاهما ينكلان ببعضهما في محافظة صعدة ليسقط أبناء القبائل ضحايا لسخفهم وخلافاتهم الشخصية. ومن يراجع التاريخ اليمني يجد بأن أسر الإمامة كانت على صراع دائم بين أفرادها، لأن كل فرد وعائلة ترى نفسها صفية الله في الحكم. تصدر خبر خلافات الحوثيين عبد الملك ومحمد عبد العظيم القنوات الإخبارية مؤخرا بعد مقتل 40 من أبناء القبائل أو ما يسميهم محمد عبد العظيم أنهم شيعته، وأعقب هذه المجزرة تفجير لمنازل ومدارس قبائل آل حميدان وآل القمادي الموالين لمحمد عبد العظيم والرافضين لفكر حسين بدر الدين الحوثي وخليفته عبد الملك. ما لها سلطان الا ارطغرل، قطاع طرق مفسدون في الارض، لم يعمروا مسجدا ولم يعمروا طريقنا
محمد عبد العظيم أطل في وقت سابق بخطبة في ذكرى عاشوراء يستنكر استحداث ميليشيات الحوثي عبد الملك لخمس نقاط مؤدية إلى آل حميدان الواقعة في مديرية سحار مقر إقامته، وواصفا بأن هذا الاستحداث قطع طريق لتندلع على إثر هذه الخطبة اشتباكات وصلت ذروتها في أعوام سابقة. الصراع الحوثي يتجدد في كل موسم لعاشوراء الذي يراه الشيعة بأنه موعد لثورة ويصرخون فيه بهيهات من الذلة، وينتهي دائما بأن يسلط عبد الملك الحوثي ميليشياته على أنصار محمد عبد العظيم الحوثي لهدم منازلهم وتشريد أبناء القبائل من قراهم لمجرد مناصرتهم لعمه عبد العظيم، وذلك ما حدث في أول أكتوبر الجارية. أصدر على إثر ذلك أتباع محمد عبد العظيم بيان استغاثة أعلنوا فيه الدعوة للجهاد ضد ميليشيات عبد الملك الحوثي والنجاة لما أسموهم السادة الهاشميين وأنصاره من الشيعة التابعين لمحمد عبد العظيم الحوثي. محمد عبد العظيم الحوثي ابن عم بدر الدين الحوثي الأب، على خلافات عقائدية مع فكر الحوثية الجديد الذي انتهج سياسيا منح إيران منذ تسعينيات القرن المنصرم، وتحول هذا الدرب إلى أن نال من الزيدية وتبنى فكر الاثنى عشرية. وبهذا وجد الحوثي حسين بدر الدين معارضة واسعة من أتباع الهادوية في صعدة، كان أبرزهم ما يسمى بكرسي الزيدية مجد الدين المؤيدي، وكذا العلامة حمود عباس المؤيد أحد أعلام الزيدية في صنعاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إلى آخر الآيات. وهذا إلى إخواننا المؤمنين لئلا يغتبوا بضلالاتهم وجهالاتهم، والله ولي التوفيق. مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي غفر الله لهم وللمؤمنين. حالة عدم الرضا والتململ من الفكر الدخيل على الزيدية الهادوية تحول مع الأيام إلى خلاف مسلح في العام 2008 تحديدا في الحرب الخامسة، حيث عارض محمد عبد العظيم متبعي مذهب حسين بدر الدين الحوثي، وأعقب هذا الخلاف تفجير منازل ومدارس ومساجد تابعة في الولاء لمحمد عبد العظيم. عدوان جديد من قبل الحوثاء أتباع عبد الملك الحوثي، وذلك أنهم أقدموا في يوم الأربعاء الماضي على جناية وجريمة عظيمة. الشاهد في الأمر أن خلافات أسرة الحوثي الحالية ليست وليدة اللحظة، وإنما لها جذور فكرية عقائدية ولها أبعاد استراتيجية مرتبطة بالسيطرة على القبائل والأرض في صعدة، فكلما مس أحدهم نفوذ الآخر نشب صراع يختم دائما بصلح قبلي، ولم يجدي هذه المرة أي نفع، وما تزال المشكلة العقائدية المذهبية قائمة. قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي مشروعي قرارين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي في اجتماعها بالقاهرة لمناقشتهما ورفعهما إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي التي تعقد الأربعاء. أفاد الدكتور السلمي في تصريح صحفي عاقب الاجتماع أن مشروع القرار الأول يتضمن رفض تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 من أغسطس الماضي، الذي يفتقد إلى الدقة والموضوعية من خلال تجاهل التقرير للانتهاكات الموثقة والممنهجة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي. وأشار إلى أن مشروع القرار الثاني يتعلق بنزع الألغام باليمن ويتضمن خطة تحرك للتعامل مع هذا الموضوع. مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل. الريال يشهد تحسنا طفيفا بعد المنحة المالية واستمرار أزمة الغاز المدني. غاز المنزلي من السوق بألف وخمسمائة ريال أو في بعض المناطق بأكثر من 2000 ريال. الحجر يبان حيرجعنا أصل الإمامة.
اللي كان قمت تشوف والله ان احنا نشل دبغز بخمسة الف ان ما تقس حتى 20 نهان. نفذ موظفو وزارة المالية وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء المختطفة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية للمطالبة بصرف الحافز الشهري وبقية المستحقات المالية. تأتي الوقفة في الوقت الذي يعيش موظفو الدولة وضعا اقتصاديا صعبا جراء انقطاع مرتباتهم منذ عامين والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية وانهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بسبب الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خدمة لأجندات خارجية. عقب هبوط هو الأكبر، الريال اليمني يشهد تحسنا طفيفا أمام العملات الأجنبية بعد منحة سعودية طارئة للبنك المركزي اليمني تقدر ب 200 مليون دولار واستمرار أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء. والولايات المتحدة وكندا والمكسيك توقع على اتفاق تجاري. جولة اقتصادية جديدة والبداية محليا، حيث شهد الريال اليمني تحسنا طفيفا بعد هبوطه الحاد أمام العملات الأجنبية عقب إعلان السعودية عن منحة مالية طارئة للبنك المركزي اليمني تقدر ب 200 مليون دولار. وذكرت مصادر مصرفية أن سعر الريال ارتفع أمام الريال السعودي ليعود إلى 180 ريالا بعد تجاوز حاجز 200 ريال، فيما تراجع سعر الدولار والذي تجاوز حجز 800 ريال إلى ما بين 700 و 750 ريالا خلال عمليتي الشراء والبيع في كل من صنعاء وعدن. وكان البنك المركزي اليمني بعدن حذر البنوك التجارية ومحلات الصرافة من المضاربة بالعملات، وهدد بوقف جميع التعامل معها ووضعها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد. خبراء اقتصاديون حذروا من أن استمرار الحرب في اليمن سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي في البلاد والانهيار المتسارع للعملة الوطنية، والذي ينعكس سلبا على ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية والخدمية. ودعوا أطراف الصراع إلى تحمل المسؤولية الكاملة إزاء التدهور الاقتصادي وإبعاد العملة الوطنية عن المناكفات السياسية والاتهامات المتبادلة باعتبارها تمثل السيادة الوطنية. تسود العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية حالة من الغليان والغضب الصامت بين أوساط المواطنين نتيجة الأزمة الحادة في المشتقات النفطية والغاز المنزلية، حيث تزايدت طوابير الانتظار أمام محطات الوقود طيلة الأيام الماضية وإغلاق الكثير من محطات أبوابها. وكانت شركة النفط في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي رفعت سعر المشتقات النفطية بنسبة تجاوزت 220% ليبلغ سعر الدبة البنزين 11500 ريال وكذلك الديزل رغم وصول ناقلات نفط من ميناء الحديدة. وفيما تنعدم المشتقات النفطية في المحطات تشهد السوق السوداء ازدهارا والتي تعد مصدر تربح للميليشيات، لتباع الدبة البنزين والديزل بثمن 18000 ريال وكذلك الغاز المنزلي والذي ارتفع سعر الاسطوانة إلى 7000 ريال لتنتعش أسواق بيع الحطب بديلا عنها والتي ارتفعت أسعارها هي الأخرى. سجل نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكماشا للشهر السادس تواليا في سبتمبر مع تباطؤ الانتاج وطلبيات التوريد الجديدة بسبب أزمة العملة. وأوضحت لجنة غرفة صناعة اسطنبول أن مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 42% و7 من 10 في سبتمبر ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها هذا العام ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج. توصلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى اتفاق تجاري ثلاثي يطلق عليه يسمك، والذي سيؤدي إلى جعل الأسواق أكثر حرية والتجارة أكثر إنصافا ونموا اقتصاديا وأكثر استدامة في الدول الموقعة. وقال مسؤولون إن الاتفاق سيعزز مكانة الطبقة الوسطى وسيوفر فرص عمل جديدة لنحو نصف مليار شخص في الثلاثة البلدان المتجاورة.
وأخيرا، تتباضأ صادرات الحبوب الروسية بسبب تشديد مراقبة الجودة في الموانئ عقب شكاوى من مشترين رئيسيين من تراجع مواصفات المحصول في منتصف سبتمبر، وأدى ارتفاع الروبل أمام الدولار إلى زيادة تكلفة الحبوب الروسية في الأسواق الدولارية العالمية، حيث ارتفعت إلى 220 دولارا للطن خلال الأسبوعين الماضيين. مواجهة ساخنة في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسامدوريا يستعيد نغمة الانتصارات في الكالتشيو، وغيرها من الأخبار في الملف الرياضي. وفي الختام تذكيرا بأبرز العناوين. القوات الحكومية تسيطر على أكبر مخزن أسلحة للميليشيات في كتاف وتقصف مواقع الحوثي في باقم بصعدة. الميليشيات تحكم بإعدام مواطن وتحاكم 16 ناشطا معتقلا منذ 3 أعوام في صنعاء. صراع بين ميليشيات عبد الملك وأنصار عمه يسفر عن مقتل 40 من أبناء القبائل وتفجير منازلهم. لقاؤنا في 11:30 على خير، في أمان الله.